للحديث عن استمرار حراك ثورة تشرين والتظاهرات التي اندلعت في الحلة بمحافظة بابل للمطالبة بإقالة المحافظ، تنضم إلينا عبر الهاتف من بغداد عضوة اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين الدكتورة آلاء عبد اللطيف المصطاف. دكتورة آلاء، مرحبا بكم. تظاهرات حاشدة في الحلة للمطالبة بإقالة المحافظ، هل هي موجات تتدافع بعد الناصرية؟ بمعنى آخر، هل يمكن أن نشهد حراكا في محافظات أخرى في الأيام القادمة؟ أول شيء مساء الخير على حضرتك وعلى مشاهدي قناة الرافدين، وشكرا لاستضافتكم. بخصوص التظاهرات، هي يعني احنا نحب ننوه انه هذه، عفوا بس الصوت يرجع. الو. نعم اسمعك بشكل جيد، تفضلي. نعم، انه التظاهرات مستمرة. احنا كلنا سبق وان نوهنا ان موضوع الثورة مهما استمر قمع الحكومة لشباب المتظاهرين، لكنهم لن يستطيعوا استئصال فكرة وجذوة الثورة من أذهانهم. فاليوم بالناصرية، وغدا في بابل، وفي المثنى، وفي القادسية، وفي ميسان، وفي بغداد، وفي كل أماكن العراق، جذوة الثورة مفتقدة. ربما تظهر هنا أو هناك بسبب محافظ، وبسبب مدير عام، أو بسبب إدارة، سوء إدارة للمحافظة، أو بسبب خدمات، لكن في الحقيقة الثوار كلهم مجمعين على أن العملية السياسية هي عملية سيئة، هي عملية أدت برجوع العراق إلى عشرات السنوات إلى الخلف. المواطن العراقي يحق له وأن يكون جزء من العطاء الإنساني بهذه المرحلة، ويمتلك كافة المقومات التي تجعله عضوا فعال في بناء الحضارة الإنسانية. فلا يمكن لهذه الطغمة، بهذا التخلف، أن تحكم بلد بهذه العقلية. دكتورة آلاء، قضاء الحمزة الغربي في بابل أيضا يشهد تظاهرات حاشدة في هذا المفصل، في هذا السياق. كما تعرفين، القوات الحكومية اعتادت على تظاهرة واحدة في مكان واحد. التظاهرات في عدة أماكن في محافظات العراق الوسطى والجنوبية، هل هو تكتيك بحشد التظاهرات في توقيت واحد في أماكن مختلفة؟ نعم، أكيد أنه إحنا مثل ما هم عندهم تكتيكات بالقمع، إحنا أيضا عندنا تكتيكات برفض زخم الثورة. حقيقة هو لولا أوامر حظر التجوال الصارمة التي فرضت على بغداد بما توافق مع زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق، لكان بغداد أيضا اشتعلت بالتظاهرات. وحقيقة احنا كنا ردنا من خلال هذه الزيارة أن نوصل صوت العراقيين إلى العالم بأن هذه الحكومة التي نظفت الشوارع وأزالت أزالت النفايات وخططت بعض من هنا وبعض من هناك، إنما هي حكومة ظالمة قاتلة. لا نرجو من قداسة البابا أو غيره أن يضع يده في أيدي مجرمين، ويجب أن ينتبه أنه يمشي على أرض خضبت بالدماء، سواء دماء أبناء تشرين أو أبناء العراق في كافة المحافظات، من مدننا اللي لا تزال أنقاضها شاهدة لهذا اليوم عن عمليات القتل والقمع اللي صارت فيها، إلى مدن الجنوب التي تعاني الأمرين من سيطرة الميليشيات ومن الفاقة ومن الفقر، رغم أنها تزود العالم بكاملة بالثروات، وأبناء الوسط وأبناء الغربية. كل العراق حقيقة يعاني، العراق يعاني من ليس فقط سوء الخدمات. العراقي أصبح لا يوجد لديه شيء يخسره، يا أما يثبت وجوده واستمرار هذا البلد إلى الأمام، يا أما هؤلاء راح ينهوا كل شيء اسمه عراق بالمستقبل. طيب دكتورة آلاء، المتظاهرون في قضاء المحاويل أيضا بمحافظة بابل يعني قاموا بطرد المحافظ حسن منديل، هل قرر المتظاهرون التصعيد لمحاربة الفساد؟ هذه الثورة هي للقضاء على كل شيء أطاح بدولة العراق العظيمة. الفساد اللي نخر جسد العراق، التبعية للأجنبي، سوء الخدمات،
يعني تعمد إهانة الفرد العراقي. العراقي تعود أن يكون ابن هذه الأرض الشامخة، هذا الإنسان الذكي، هذا الإنسان الدؤوب الذي لا يقبل أن يكون جزء منسي بهذا العالم. فنعم الثورة ضد كل شيء أساء للعراق وللعراقيين، ليس فقط في مجال محاربة الفساد بل في كل شيء بما تعني الكلمة. دكتورة، لا التظاهرات كما تفضلت قبل قليل يعني تأتي بالتزامن مع زيارة باب الفاتيكان، هنا هل تعولون على هذه الزيارة وبالتالي إمكانية أن يضغط باب الفاتيكان على الحكومة للاستجابة لمطالبكم؟ لا أعتقد، أنا بالنسبة لي شخصيا وكلجنة منظمة لا نعول شيئا على أحد حقيقة، ما حتى جلدك مثل بصرك. العراق ما يخلص إلا أبنائه، سبق وإن احنا اعلنا موقفنا انه لا للتبعية الاجنبية ولا لأي تدخل اجنبي خارجي. البابا جاي برسالة تسامح وبرسالة سلام وبرسالة محبة الى من؟ الشعب متسامح مع بعضه. احنا ما عندنا مشاكل، هذه الاجندات اللي خلفت هذه الطائفية المقيتة بيننا واللي حاولون كل ما قربت الانتخابات وكل ما كان عندهم موضوع معين ان يثيروا النعراتها بين المواطنين، هذه هم هذه الطبقة خلقتها، وهو كلامه كان موجه لهم. هذه صراعاتهم اللي عكسوها على الشارع. أما أبناء الشعب العراقي فهم حقيقة ناس متحابين، ناس مسالمين، ناس نابذين للعنف، شعب وسطي بمعنى الكلمة لا يقبل التطرف نهائيا. نعم دكتورة، من بغداد عضوة اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين الدكتورة آلاء عبد اللطيف المصطاف، شكرا جزيلا لكم.